مبروك علينا كلنا. صحيح. مبروك على جمهور النادي الأهلي العظيم اللي في كل مكان. كل يوم بنفخر بحاجة جديدة تخص النادي، كل حاجة جديدة، كل حاجة رقم واحد لازم بتتصدر أو يتصدر المشهد فيها لازم النادي الأهلي يكون هو اللي في المقدمة، طبعا بقيادة النهاردة مجلس الإدارة الحالي اللي بيشتغل بكل جهد أعتقد علشان دايما يرفع اسم النادي الأهلي ده لفوق، ودايما النسر ده يفضل محلق في السماء وتفضل جماهيره فخورة فعلا وفرحانة بيه وبإنجازاته الكتيرة والكبيرة، مش بس في مجال كرة القدم، الحقيقة في كل زمان وفي أي مكان سواء على أرض مصر أو براها.